دشنت محافظة الإسماعيلية حملة 100 يوم صحة، وتعتبر الحملة نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان. المبادرة دي جت نتاجا واستمرارا لجهود الدولة المصرية في المبادرات الرئاسية التي بدأت منذ سنوات، وتشمل مبادرات الأمراض المزمنة للتهاب الكلوي، المرأة والجنين، صحة المرأة، ومبادرة السمعيات. المبادرات دي طبعا بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات عدة. النهاردة فكرة ال 100 يوم صحة إن الدولة المصرية بتحشد كل جهود وزارة الصحة والمجتمع المدني والمحافظين، طبعا بتوجيهات المحافظين في كل محافظة، إن احنا نقدر نحصن كل سكان كل محافظة خلال 100 يوم، نطبق عليهم كل المبادرات. طبعا أهالينا كتير عرفوا معاني المبادرات وعرفوا أماكن تلقي المبادرات فين، لكن في بعض الفئات ما بتقدرش تعرف الأماكن دي، فاحنا النهاردة بنوصل لها من خلال المبادرات، من خلال عادات